النهاردة في فقرتنا اللي بنقدمها لحضراتكم عن مدرسة تعليم الإرشاد الديني هيكون معانا واحد من الأصوات المميزة، وهو المنشد الشاب أحمد كمال، صوت عذب، صوت يعني بيقول إن مصر لسه بخير في مجال الإنشاد والابتهالات يا مليون. صحيح، يمكن أحمد أكمل يعني لو هنتكلم عنه كنموذج يعني من نماذج الإنشاد الديني في مصر اللي دايما بنقول انها من اهم المدارس، مدارس الإنشاد في العالم كله. هي انه مدرسة تعليم الإنشاد الديني يمكن خرجت العشرات من المبتهلين والمنشدين الشباب، وبتعتبر من المؤسسات اللي بتحافظ على فن الإنشاد الديني باعتباره فن مصري خالص. عشان كده طبيعي يكون عندنا اصوات مميزة جدا في الإنشاد الديني. خلينا نروح نشوف احمد اكمل، نرجع لحضراتكم على طول. حين يهدي الصبح إشراق سنا يسكب الطل يسكب الطل رحيقا في الندى موقظا بالنور أكفى الحياة موقظا في النور أكفانا الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور ترسل الأنغام عطرا في الزهور تصنع العش وتسعى في البكور تصنع العش وتسعى في البكور الضحى من نور من والندى من فيض من الرازق الله والقابض الله 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 في كل قرية وفي كل محافظة من محافظات مصر هتلاقي منشد أو منشدة بيتمتعوا بحلاوة الصوت وحلاوة الإنشاد الديني. النهاردة معانا منشد من ميت غمر محافظة الدقهلية، هو المنشد أحمد أكمل. أحمد أهلا بيك، كل سنة طيب. أنت طيب الله سنة طيبة تصوت. كلمني عن بدايتك مع الإنشاد الديني. طبعا من صغري وانا بحب حاجه اسمها انشاد ديني، طبعا بحب اسمع طبعا الناس القديمه جدا يعني رحمه الله عليهم، ناس في قمه الاحترام وقمه التقدير، كل حاجه حلوه فيهم. احنا كنا بنحب نسمعهم في الاذاعه واحنا صغيرين، كنا متعودين كده الصبح واحنا رايحين المدرسه نسمع نصر الدين طوار والشيخ محمد عمران والنقشبندي والناس الحلوه دي. الحمد لله يعني اتربينا عليهم الحمد لله. صوتك الجميل ده انت واخده او ورثته عن مين؟ والله طبعا العيله عندنا كلها يعني اصواتهم حلوه، ابويا قارئ في بلدنا، قارئ يعني معروف الحمد لله، فاللي يعني موهبه من عند ربنا يعني سبحانه وتعالى. ايه اللي خلاك تخش في مجال الانشاد الديني؟ اللي خلاني اخش يعني حماسي طبعا الانشاد الديني حاجه حلوه طبعا لاي حد،
يعني بتشرف بها في كل مكان لما حد يعرفني كده اللي انا بقول انشاد ديني، يعني حاجه حلوه جدا جدا يعني. طب قول لي انت مين من المنشدين شايفه ان هو ممكن يكون قدوه ليك؟ قدوه ليا طبعا الشيخ نصر الدين طوبار، ده لا يعلى عليه طبعا في خشوعه وفي كل حاجه لا يعلى عليه. نصر الدين طوبار والشيخ محمد عمران والشيخ النقشبندي حاجه ما شاء الله. هل حفظ الاناشيد او الاناشيد الدينيه ليهم بتجد ان هو ممكن يكون فيه صعوبه ولا انت بتحفظها بسهوله؟ اكيد طبعا بسهولة. اكيد طبعا في صعوبه، بس ربنا سبحانه وتعالى مدي الواحد موهبه بيعرف يعملها في كل حاجه. بيقول بقى كل حاجه، حتى يعني هو موهبه ربنا اداها له فبيعرف يعمل بقى كل حاجه الحمد لله. انت كمان فزت بعدد من المسابقات، كلمني عن المسابقات اللي انت فزت بيها. الحمد لله المعني في معهد فن صناعي الزازي، المعهد دوت كان في مسابقة إنشاد وقرآن وحديث والحاجات دي، فأنا إن شاء الله خدت مركز أول على مستوى معهد مصر، فأهلوني بقى على يعني رحت بورسعيد مسابقة في بورسعيد معهد مصر وجامعات مصر، وإن شاء الله برضو خدت مركز أول وكانت مسابقة جميلة جدا. هل شايف إن أنت لو حابب إن أنت تستمر في مجال الإنشاد الديني لازم يكون معاه دراسة أكاديمية أو تخش مدرسة؟ أكيد لازم، أكيد لازم طبعا، لازم الواحد ينمي من الموهبة بتاعته عشان يبقى في حاجة تانية طبعا، طموحه يبقى حاجة حلوة طبعا. إيه اللي ناقصك في مجال التعلم مجال الإنشاد الديني؟ الإنشاد الديني طبعا المقامات والحاجات دي ناقصاني جدا، فاللي هو لازم إن شاء الله الخطوة الجاية ليا لازم أن أكون دارس مقامات وكل حاجة. طب عايزين نسمع حاجة للشيخ نصر الدين طوبار أو طه الفاشني من اللي أنت حافظه. نصر الدين طوبار ممكن أقول يا المختار. تمام. يا أيها المختار، يا أيها المختار لمدحه ماذا أقول، والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة، سماك ربك في القرآن محمدا الكرام، نادت بك الرسل الكرام. ما شاء الله صوتك قوي جدا، قولي ازاي بتحافظ على صوتك وبتعمل ايه عشان تقدر انت تحافظ على صوتك ده اطول؟ طبعا ازاي والحاجات الجوابات ديت بتتعب الصوت، فالواحد لازم يحافظ على صوته علشان يعرف ليه بعد كده يعني. ربنا مدينا موهبه الصوت لازم نحافظ عليها طبعا. كلمني عن ذكرياتك مع اول انشاد ديني ليك، او امتى تحديدا بدات الانشاد الديني؟ الانشاد الديني من وانا طفل، كنت في المدرسه، كنت في اولى ابتدائي في المدرسه، عندنا كان المدرسين دايما يشجعوني، والاذاعه عندنا اذاعه مدرسيه طبعا كانوا بيشجعوني دايما، ويعني كانت حاجه حلوه بالنسبه لي جدا، وبيودينا حفلات برضو وحاجات كده، طلعونا بره بلدنا وكده، حاجات حفلات جميله وحاجات حلوه جدا. هل كمان ليك اناشيد خاصه بيك او كلمات والحان خاصه بيك؟ ده ان شاء الله الخطوه الجايه ليا لازم يكون ليا حاجه خاصه بيا. قول لي شايف مستقبلك ازاي الفتره الجايه في مجال الانشاد الديني؟ والله انا طموحي مصر كلها تسمع صوتي وتعرف انا مين وصوتي ايه، ويعرفوا صوتي، لازم يعني عايز اكون حاجه زي العلامات الكبيره بتاعت مصر كده، النقشبندي والناس الكبيره دي. قول لي كمان مين هو قدوتك في مجال الانشاد الديني؟ طبعا لا يعلى على الشيخ نصر الدين طوبار والشيخ محمد عمران، هم دول قدوتي في الانشاد الديني طبعا. حافظ معظم الاناشيد الدينيه بتاعتهم؟ طبعا. طب خلينا نسمع حاجه للشيخ محمد عمران.
فكم لله من لطف خفي فكم لله من لطف خفي. ما شاء الله عليك، حاجة جميلة جدا. قول لي في النهاية طموحك إيه في مجال الإنشاد الديني؟ طموحي في مجال الإنشاد الديني طبعاً لازم أخد منشد الشركة بإذن الله، لازم أوصل له. هتحاول إن شاء الله تخش المسابقة دي وتوصل ليها بإذن الله، مثل مصر بإذن الله. بإذن الله إحنا بنتمنى لك كل التوفيق. أحمد أكمل من ميد غمر محافظة الدهلية، نشكرك شكرا جزيلا. كان معانا موهبه جميله من محافظه الدقهليه اللي دايما بتطلع الكثير والكثير من المواهب. انتظرونا واصوات اخرى واصوات من السماء. دمتم في رعايه الله وامنه. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أمدنا بمدد رسولك وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وانظر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بك يا رسول الله طاب زماني وأضاء هدى الإيمان وسعادتي بالله تملأ خاطري وتعم بالأفراح. الله، يعني في حياة الأمر أصوات بتقول إن مصر كانت وما زالت وهتظل هي اللي بتتصدر مجال الإنشاد الديني والابتهالات والتواشيح. امتداد بقى، بنسمع أصوات هي امتداد لنصر الدين طبار، نقشبندي، محمد عمران، يعني رحمة الله عليهم. طبعا هم مدرسة، وأعتقد أحمد أكمل واحد من امتداد طبعا زي ما انت قلت للمدرسة دي. زي ما انت قلت صوت ما شاء الله، يعني حلاوة صوت، أيضا صوت له طلوة، يعني زي ما انت قلت قوي، صوت قوي جدا. عارف هو بيقول ايه، يعني الانتقال الثالث بين الطبقات، طبقات الصوت حقيقي. يمكن صحيح. زي ما انت قلت رجعنا كده لشيوخنا والمدرسة المصرية الأصيلة في الإنشاد الديني، واللي أنا معتقدة ومش معتقدة كمان، متأكدة إن هي عمرها ما هتفنى ولا عمرها ما هتندب. يعني أنا شايفة إن هي هتفضل مكملة، ومصر يعني شاء من شاء وأبى من أبى هتفضل هي اللي ليها ريادة في هذه صحيح. المدرسة تحديدا. عندنا أصوات حلوة طبعا. وعندنا الأزهر، وعندنا كل المقومات اللي بتخلي يطلع من عندنا أئمة ورجال دين يقدروا هم يتصدروا ويبقوا في القمة زي ما انت قلت. بكل تأكيد.